الرياض اليوم بتشوفونها ما هي الرياض العادية اللي احنا تعودنا عليها. انت توقعت رياض كبيرة، توقعت ان ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما ادري، لا لها بداية ولا لها نهاية ما شاء الله. مشيت في اماكن، في وقت من الاوقات قلت خلاص يا بنت ارجعي، وكيفه مو لازم، بس عشانكم انتم سويت اشياء انا مو متعودة اسويها، مو شخصيتي، بس لعيونكم بتشوفون حلقة اليوم غير. المرشد بدر الهاجري رافقنا بالجولة، مو بس كذا، صراحة هو إنسان مرتب ومنظم، وبتشوفون كيف ترتيباته من أول الرحلة لآخرها. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا يا مرحبا يا فيك، اخت اهلا ضحى. فيك. طبعا سمعت كثير عنك ما شاء الله، عن ترتيباتك، وما شاء الله مرشد معادي ما شاء الله تبارك الرحمن. عجبني لما سويت كذا بحث عنك اني لقيت عندك ما شاء الله تجهيزات من الى للسياح، فحطيت كذا قلبي، يعني قلت خلاص هالحلقة هذه عندك، يعني احط قلبي في الثلاجة. يا مرحبا ومساء، الله الله يحييكم. يسعدك، اهلا وسهلا. وش محضر لنا اليوم؟ طبعا محمية الغزلان في محافظة حريم. لا طبعا المحمية مثل ما تشوفون اليوم إن شاء الله، يعني إن شاء الله. المحمية جميلة وفيها عدد كبير من غزلان الريم. ما شاء الله، حلو. أنا ترى يعني أول مرة أروح محمية، فحلو إني أشوف كيف، شيء جميل. استقبلنا الأستاذ صالح الحسين في محمية الغزلان، يعني أنا ما قد شفت محمية وغزلان كمان، يا سلام، يعني عز الطلب. ومن كثر الحماية ما قدرنا نوصل جوا، بس الطائرة درون ما قصرت، وشفناهم عن طريق السور، كل هذا حفاظاً عليهم. طبعاً كان في استقبالنا المرشد السياحي عبد الله الحسين، وأطلع الشيف ضحى على مميزات الموجودة داخل المحمية. هذا شيء بحرايمنا، وهذه محمية الغزلان فيها تقريباً 24 ضبي، ومساحتها يمكن 7000 أو 8000 متر. طبعاً في طور الإنشاء لا سنة يمكنها الحين، والمحمية كلها مساحتها يمكن طول الشيب يمكن 20 متر، 20 كيلو متر، يعني باقي علينا مسافة عشان نصل، وكله محمي وكاميرات مراقبة للغزلان، وكلها من جهود الشيخ عبد الله الشدي الله يجزاه خير. وقام بغرس يمكن حوالي 10,000 أو 15,000 شجرة زي الطلح هذا، وجهوده طيبة يشكر عليها، والزراعة كذلك ما قصرت وحافظ على الشعيب، ولا كان الشعيب هذا منتهي، كان الأشجار يقطعونها الناس، والآن أصبح محمية طيبة وكل شيء زين. يعطيكم ألف عافية من الشيخ عبد الله الشدي لجميع القائمين على هذا العمل، صراحة شيء جميل، والمكان ولا أروع. طيب وين رايحين الحين؟ بعدها بنتحرك المطل نهاية العالم. مطل نهاية العالم، أكثر شيء سمعت عنها السنة، فلازم إن شاء الله أشوفه وتصورني فيه بإذن الله. بس ترى إذا خفت ما له، تشجعني. لا 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 ما في خوف بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. يلا وقفنا السيارة بعيد، وقال لي أمشي أمشي يا ضحى، يأشرني يقول قريب قريب هناك، وأنا أمشي وأحس بالمشوار خطوتين. كانت رحلة استكشافية ورياضية، وفيها مغامرة ومخاطرة. يا أهل الرياض، قريبة تراها كلها 70 كيلو، تعالوا وشوفوا. المكان
المكان صراحة يعني أصلاً المكان الحالة يحكي بدون أي شيء. أنا من أحلامي كنت أزوره والحمد لله اليوم تحقق. تكلم لنا عنه. طبعاً اليوم في نهاية العالم الإيج أوف ذا وورد، طبعاً يبعد عن منطقة الرياض تقريباً 70 كيلو، 20 كيلو صحراء، له 3 مسارات، أحد المسارات شعيب حرملة، المسار الثاني شعيب سدوس، المسار الثالث شعيب الحيسية. طبعاً أعلى قمة في الإيج أوف ذا وورد تقريباً ارتفاعها 1006 أمتار. المكان صراحة جميل، وبعدين السياح صاروا يتوافدون عليه بكثرة بعد افتتاح التأشيرات السياحية. بنتحرك من مطن نهاية العالم إلى مخيم تتبع المسيرة. ما شاء الله، هذا المخيم الخاص فيك صح؟ نعم صحيح. ما شاء الله. مخيم تتبع المسيرة مجهزة تجهيز يا حبايبي، بتروحون من مكان معين بياخذكم الباص إلى المخيم، بتشوفون الخيام، الأكل، الجمال، الأنشطة، الدبابات، يسويكم برنامج كامل، ما حتحسون بوقت من كثر الأشياء الحلوة اللي مجهزينها في المخيم. المخيم طبعا عبارة عن 10 خيام للجلوس، أيضا فيه عدد من الجلسات الشعبية وأيضا كراسي. نقوم بعمل الإعاشة في نفس المكان، الإعاشة يشاركون عدد من السياح لتعريفهم بعملية الطهي الشعبي. طبعا ما شاء الله أشوفك مرة ما شاء الله مرتب. أول شيء عاطي كل ناس خصوصية، خيمة خاصة فيهم. نعم طبعا حتى حاط مكان للأكل وكذا، مكان للأكل، وأيضا عدد وزعنا عدد الخيام على الجروبات اللي تجي. بعض الجروبات يحب يستمتع بالمكان الهادي، يتفرج مثلا على النجوم وصفاوة الجو. ايضا بعض الجروبات يحتاج انه يكون في جو مثلا موسيقى هادي وزي كذا. والحين وين بتودينا؟ طبعا بنتحرك من المخيم الى كهف بن رشيد. كهف بن رشيد حلو. يلا الكهف عبارة عن حفرة تحت الأرض طولها تقريباً 70 متر. وإحنا هناك قلنا بوديكم كهف، أنا قلت كهف صغير، إلا نزلنا إلا لبسنا قودة السلامة، إلا مكان خيال مساحته والأشياء اللي جوه بخليها مفاجأة، ما بقول لكم وش. طبعاً هذا كهف أو دحل برشيد، نسب الاسم هذا على صاحب اللي أكتشف المكان، فأطلق عليه برشيد. طبعاً عملية اكتشاف فوهة الكهف كانت عن طريق تقريباً طائر، كانت الفتحة صغيرة وكان يشاهد الطائر هذا يدخل ويطلع مع الفتحة. تميز الكهف بمجموعة من الصواعد والهوابط الكلسية التي تتشكل من المياه والأملاح. طبعاً هنا في تشكيلات يسمونها تشكيلات كلسية، تسمى صواعد وهوابط. الهوابط اللي هي من الأعلى للأسفل، للأسفل، والصواعد من الأسفل للأعلى، وتشكل التشكيلات. طب شلون يطلع؟ طب انا هذه الهوابط فهمت، بس الطح سبحان الله مع التقطير يبدا يبني من 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 من, من الارض. عكس يصير صاعد ويتشكل التشكيل. هذا عباره عن ملح وملح ومويه. ملح.
فتشكل تشكيلات يعني كويسة مرة حلوة جميلة. هذا بيت الخفافيش. هذا بيت خفافيش؟ اي نعم. هذا زي اللي نشوفه بالأفلام الرعب؟ نعم صحيح. بعلمكم شيء صغير، وأنا نازلة قلت لهم ما في شيء هنا، قالوا أبد ما به إلا ظلام وبنحط لك لمبة وامشي. وأنا أمشي لطلعوا الخفافيش، وطبعاً أعطيك هذاك الصوت اللي خليتهم المكان كله يرن باللي فيه. أنا إيش دخلني هنا؟ الله يسامحكم كل مرة كذا تخلوني أسمع كلامكم وبعدين أتورط ورطة ما في زيها. يعني وش هذا؟ شوف أنا الكهف قلت لي كهف، أنا توقعت كهف صغير صراحة، ما تخيلت ما شاء الله على الحجم هذا والمساحة. واستغربت وإحنا هناك شفت سواح جايين لحالهم، كيف هم يعرفون هالأشياء عن بلدنا وإحنا ما نعرفها؟ طيب الحين وين مجهز لنا؟ بنتحرك من كهف بن رشيد إلى قرية سدوس التراثية. يلا مبنى ولا مبنيين، قرية كاملة تم ترميمها واهتمت فيها بلدية جبيلة والعيينة، وبتشوفون الضيافة اللي قدموها لنا. تتميز القرية بارتفاع السور 8 أمتار وعدد 4 أبراج للمراقبة، وداخل القرية أيضا مسجد ومجلس الضيوف. بدأ ترميم القرية 1438. القرية عبارة عن مجموعة من المنازل تم ترميمها، محاطة بسور 4 أبراج. أيضا داخل القرية يوجد مسجد من طابقين، يوجد أيضا مدرسة داخل القرية. القرية فيها عدد من النخيل وأيضا أبار المياه اللي يعني كانت في السابق تسقي أهل القرية. ما شاء الله من دخلت هذه القرية، طيب البهو المجلس وقربها من مدينة الرياض أنا صراحة مرة أعجبتني. طيب اللي يبغى يجي القرية هذه إيش يكتب بالضبط بالحرف؟ قرية سدوس. قرية سدوس التراثية. نعم على جوجل ماب. أي ويوصل هنا. نعم صحيح. ويشوف هذا الشيء الجميل. شمال غرب الرياض تقريبا 60 كيلو. هي مي بعيدة أبدا. لا لا مي بعيدة. بعدين حتى الأشياء المناطق اللي حولها كمان يعني طبيعة ساحرة. كلها مزارع ونخيل. ما شاء الله. وقلت لي هنا البلدية حاطين قهوة. ضيافة. من الصباح لحد المغرب. يعني هي مفتوحة للزوار. مفتوحة للزوار. والحين وين بنروح؟ بنتجه الآن إلى جلتة الرفيف. جلتة الرفيف كمان نفس الشيء في جبال طويق؟ نعم صحيح. أها حلو. هي عبارة عن إيش؟ عن مجمع ماء. مجمع ماء. بعد الأمطار والسيول. ما شاء الله حلو. يلا جلتة الرفيف وهي عبارة عن تجمعات للمياه بعد الأمطار. أيضا قام المرشد السياحي صالح الحسين بالشرح للشيف ضحى عن مكونات الجلتة. هذه جلتة الرفيف. اسمها جلتة الرفيف، وقام على عملها عبد الله الشدي الله يجزاه خير. وصلها الطريق زفت. كانت أول ما يحج سيارات ما تصلها. يعني يجي الموية تجلس لها يوم يومين وتروح. الآن أصبح لنا شهر ونص الحين والموية موجودة ما شاء الله. وتجي الحيوانات كلها مو بس طيور، حتى اللي تدبي والهالأشياء ذي. كل شيء الطيور كلها، وفيها ثعالب هنا وحصاني وبر
وبر إيه؟ نيجي عندنا بإذن الله. تجي ما شاء الله دبال مليانة خير. أي والله ليت الناس تحافظ عليها بس. أي والله بعضهم الله يهديه ويصلحه قد يصيدها. لا. حتى بعضهم حتى ما يأكلها بس يقيس يصيدها بس كذا بس إيه يرميها إيه. صايره جنب بعض الحين وين بنروح؟ الى خشم ابو ثنيه. خشم ابو ثنيه؟ اي نعم. حلو بس اسمه غريب، وش هذا المكان؟ طبعا هذا جبل احد المواقع في جبال طويق. احد مواقع. يلا حلو يلا. غمضوا عيونكم وتخيلوا جبل على منحدر. تخيلت اني انا قاعده اطير، ما تخيلت نفسي وين انا. مكان ولا يوصف، والحمد لله في امان وفي ترتيبات كانت حلوه مره فيه. يعني تخيلوا احنا في الرياض، يعني كلها يعني ولا أي منطقة ولا أسمي مناطق أصلاً، بلدنا ما في زيها. بتشوفون شيء ما تتخيلونه، بس غمضوا عيونكم وتخيلوا نفسكم معاي. صراحة مرعب الارتفاع. الارتفاع ارتفاع شاهد. أحس إني دايخة. ما شاء الله. أول شيء يعني يعطيكم ألف عافية. طبعاً أستاذ إيش قلت اسمه؟ عبد الله الشدي. عبد الله الشدي يعطيه ألف 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 عافية على السور اللي حطه هنا. طبعاً أنا ما أتخيل إني بوقف لو ما كان موجود. لا ما مستحيل توقف هنا. دور السور مستحيل. طيب والمنظر خيال. منظر جداً. طيب الحين هذه جبال طويق. هذه سلسلة جبال طويق كلها. طيب انا لما رحت حافه نهايه العالم من هناك بس من جهه ثانيه. اي نعم. يعني هي لها كم طريق صح؟ فعلا هي من العينه. اي هي من العينه وتجيها من الحرم الامين. اها ما شاء الله جمال. طب بسالك كيف في عليها اقبال؟ السواح كيف جيتهم؟ دائما احنا الاجانب دائما هنا. دائما هنا. دائما يجون هنا ويتمشون وينزلون في الوديان تحت. اي ويحبون. من وين ينزلون؟ فيه طرق على الرجل يمشي تنزل على يجون ينزلون يقعدون هنا يومين ثلاثة. ما شاء الله في منطقة اللي بنروح لها فتيخة هذه ما هذا مكان استقرارهم فيه. بعدين ينتشرون هنا في الجبال هذه. ما شاء الله ما شاء الله. تقولي ما تطب الرياض قاعد هنا؟ ما اروح الرياض اسمحي لي. قاعد هنا في الطبيعة الحلوة. الطبيعة والحمد لله. ما شاء الله طبعا. عليك يعطيك العافية، مكان جميل ولا أروع، ويعطيكم العافية على الجهود. والحين وين بنروح؟ طبعا بنتحرك الى قلعة فتيخة. وايش تتميز هذه كمان؟ طبعا هذه تتميز بكبرها. وعدد ما هي يعني عدد ثلاث قلتات جنب بعض. يعني نفس الشيء بس كذا ثلاثة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ترتيبات الثلاث قلطات كذا مع بعض بتشوفون. اوكي المويه كيف قاعده كذا، سبحان الله، هدوء سكينه، بتحسون في المكان هذا الروحانيه غير مكان حجري، بس عن جد يعني يعكس جمال الجبل بالمويه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الجو والمكان ولا احلى من كذا، بس ليتنا جينا في المطر. اتخيل مع المطر ينزل كذا المويه وتصب هنا وتصب هنا، وش ذا المكان الخطير هذا. محل جميل جدا. اي ما شاء الله. تجينا العالم كلهم موجودين هنا. والسيل يمشي من هنا يصب في المرتفع هناك طامن تحت. هذه يسمها دلتة تيخة، ومكان جميل. وكان الخواجات هنا 24 ساعه اول من 30 سنة كانوا يجون هنا يجلسون يومين هنا. ما شاء الله.
هذا كمان الشيخ عبد الله الشدي هو اللي مهتم فيه. هذا الشيخ عبد الله الشدي جهوده الطيبه يشكر على العمل الطيب هذا. طب بسألك عادي، انا اشوف في شيء كذا زي اللي يطلع كذا، احس انه نبعه مو مويه مطر. لا هذا مويه مطر بس الفراغات في الحجر تطلع هواء. عشان كذا. لاني اشوف كذا قاعد طب ما شاء الله تبارك الرحمن ينزل كذا المطر من هنا لهنا لهنا لهنا. أيوه. وينزل هناك منظر خيالي هنا. في المرتفع، مكان مرتفع. ايه لان هنا حجر، خساره انه ما ينبت فيه شيء على هالمويه والزيت. لا ما ينبت والله. بس صراحه المنظر ولا احلى. المنظر خيال ما في. وبعد كل هذا اليوم يوم المغامرات العالمي، فقلت لازم انا اجيب الخروف على طلب الشيف، فرحنا جبنا طلي صغير وسويت كذا شيء صغير كيف نعرف اعمار الخروف من اسنانه. اول شيء لازم تشوفون عدد الاسنان. طيب واذا كان احسن شيء وشو يكونوا متساويين صح؟ اي متساويين. اذا كان 6 معناته اسنان كذا طالعين معناته كبير ما يصلح صح؟ إذا كان 2 طالعة فوق ثاني، وإذا كان 4 رباع. هذا زين يعني. أيوة كويس. إيه 6 يعني صار كبير كبير يعني لحمته تجي شوي قاسية. ونمسك ظهره لأن بعض يعطيه مويه وملح عشان ينتفخ. فنمسك ظهره وش نشوف؟ نشوف عدد من الرقبة إلى العمود الفقري، نتأكد إنه رويان صح؟ أنا ما نمسك العمود الفقري إنه فيه لحم، لأن ترى بعضهم يشربونه موية وملح عشان يكون سمين، وهو بطنه كبير تشوفونه بس هو أصلاً ما في شيء. أخذنا خروفنا معانا في السيارة وهم ما طول الطريق، وأنا أقول له أصبر أصبر يا حبيبي مكانك في بطني أصبر شوية. ورحنا المخيم وبعدين ضبطنا الأمور وسوينا أحلى مندي. حبايب قلبي، طبعا فقرة الطبخ مهمة جدا. معانا الشيف، تعرفنا باسمك؟ عيد حمود الدوسري. عيد حمود الدوسري، عاد انت مشهورين في الطبخ. ان شاء الله نقول ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. انت قلت لنا جيبوا لي خروف صغير قلنا لك. اي اي لبان. طيب. لبان. لباني. شوف ما شاء الله حجمه. طيب ايش حتسوي لنا فيه اليوم؟ ان شاء الله بنتبله ببهارات خفيفه. انت قلت لي تبين سليق ولا تبين؟ بغينا نسوي لكم سليق طائفي. والله احنا نبي كل شيء صراحه. ابشر ابشر. كل مره شيء. ابشر الان بنجهز لكم ان شاء الله مندي. وهذا ما شاء الله هذا اللبان الصغير ما شاء الله. اقل من 3 شهور يمكن. ايش حنسوي فيه؟ ان شاء الله. عندنا هذا لحم. اي نعم. ايش البهارات؟ عندنا الله يطول عمرك. حطينا هنا شوي زعفران. زعفران؟ اي نعم. اي. شوي زعفران وشوي كركم. ايه. وصفر وشوي مويه وشوي زيت زيتون. بس. اوكي حلو وملح. نعم. شوي. اي نعم. طيب. اوكي بنتبل الخروف الحين؟ اي نعم تتبيل خفيف و... اوكي. ونحطه في الصاج على اساس ندخله. يلا. سمي بالله. بسم الله. ايش بتسوي؟ تحطهم هنا ولا تتبل اول؟ الان بنتبله وننزل. نغطى اول شيء هنا يعني؟ اي نعم اي نعم طوله. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف صغير اصلا ما يحتاج. يلا. اقول لي نحطه هنا ونصب التتبيله؟ افضل ان نحطه هنا على اساس التتبيله تدخل اللحم. ما شاء الله. اي نعم. خروف صغير ما يحتاج. اي نعم. طيب الحين المندي، وش فكره المندي؟ انت الحين مسوي مندي بالفرن. اي نعم. والرز بنطبخه هنا صح؟ اي نعم نسوي رز برا. اي نعم. الرز ايش بتسوي لنا؟ بسمتي؟ ان شاء الله بنسوي رز ابيض. اي. مع كشنه كذا خفيفه. اي نعم مع كشنه خفيفه. اي نعم. يكفي صينية واحدة؟ فيه عندي ثانية بس أتوقع يكفي. طيب هذا. يا سلام ريحة الزعفران ما شاء الله، شكلك تحب الزعفران. والله الزعفران طيب في كل شيء. ما شاء الله. إذا زين ولا ما يخرب الزعفران. أي نعم. وهذا؟ هذا المفطح كامل. مفطح؟ أي نعم. المفطح الحين بس تشيلون ايدينا وتخلون رجوله، هي فكره المفطح. اي نعم نخلي رجلين ونخلي معه كم ضلع على حسب، بعضهم يحط 4 ضلوع. اي. ضلعين 3 على حسب. ما شاء الله. اي نعم 5 ضلوع اللي كل واحد و... على حسب وين بيطبخه، اذا الفرن صغير كبير. وكم ياخذ وقت بقدر المندي؟ والله بالنسبه لذبيحتنا اليوم ما شاء الله صغيره مره، ان شاء الله ساعه ونص. طيب
طب تدري انا شو اسوي؟ اي نعم. انا حتى لو ما حطيت رز بوصفه احط قدر فيه مويه. وتسويه على ال لا لا يعطي رطوبه للحم. اي نعم قصدك داخل الفرن؟ اي نعم نسويها احنا، نحط القدر الحجر. ايوه قدر فيه مويه عشان يعطي رطوبه للحم عشان ما ينشف على اللحم. طبعا في ناس ينشف معاهم اللحم، بس احنا لحمنا اليوم ان شاء الله فريش. احنا اذا طفينا الفرن نخليه حول ربع ساعه كذا 20 دقيقه على اساس اللحم يكون رطب، الرطوبه اللي في الفرن تنزل كلها على اللحم. ما شاء الله. اي نعم. طيب هذا تبدلناه. طبعا اللحم الطازه ما يحتاج يعني بهارات ولا يحتاج. ما شاء الله اصلا الذبيحه دافيه. اي نعم. هذا اللحم حط عليه. اي طيب وندخل الفرن. الله هين. نبدا بالرز. طبعا الفرن سخناه صار له يمكن نص ساعة مسخنينه. بس أول شيء لما تفتحون فرن المندي طبعا حبايب قلبي ما تخلون وجهكم بالفرن. طيب اللي ما يعرفون أول شيء تفتحون الغطاء حق الفرن. نعم. ما يكون مسكر قبل ما تشغلونه طبعا صح؟ نفتح الغطاء نولع الفرن. ايه ولا نقفل حتى لما تفتحون اي فرن في العالم لا تقربون وجهكم. يلا بسم الله. خلي وجهكم بعيد عشان الحراره. ما شاء الله حاط فيه حطه كم حطب عشان الريحه. اي نعم المبخره. اها انا بالنسبه لي احب احط كم حطب عشان تطلع طعم المندي. الاغلبيه يحطون بعضهم يحطون مارخ بعضهم. بسم الله. مرخة عاد اليوم لقينا عشبة مرخة موجودة. الطبخة مو أي طبخة، الشيف عيد الدوسري جاي فرن المندي ومجهز لنا الرز وعليه ذاك اليمي يمي.